موجة غبار في شرق المملكة وطقس حار نسبي إلى حار في معظم مناطق المملكة وطقس معتدل ليلا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، مع وجود فرصة لموجة من الغبار على المناطق الشرقية، وكما نشاهد هنا لسرعة هبات الرياح الواردة لدينا في مركز طقس العرب، أن الرياح تنشط في المنطقة الشرقية في نهار يوم الخميس بمشيئة الله. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية وتنبيه مرضى الجهاز التنفسي، ونتمنى السلامة للجميع. أما فيما يخص الأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان، فتكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في الأيام القادمة الثلاث في العاصمة عمان، يوم الخميس تكون درجة الحرارة 28 نهارا إلى 20 ليلا والأجواء صافية، بينما يوم الجمعة والسبت تكون الأجواء ثلاثينية، درجات حرارة ثلاثينية نهارا و21 درجة ليلا والأجواء صافية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد. نهارا 30 درجة مئوية إلى 18 درجة مئوية ليلا، في المفرق 32 إلى 19، في جرش من 32 إلى 19 درجة مئوية أيضا، في عجلون من 30 إلى 19 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 28 إلى 20 درجة مئوية، في الزرقاء 32 إلى 21، في البلقاء 29 إلى 20، مادبة من 28 إلى 20 درجة مئوية، وفي البحر الميت أجواء حارة 36 درجة مئوية إلى 26 في ساعات الليل. جنوبا في الكرك من 29 إلى 20، في الطفيلة من 27 إلى 20، في معان من 34 إلى 19 درجة مئوية، في جبال الشراء من 26 إلى 18، وفي العقبة أيضا أجواء حارة 38 نهارا و28 درجة في ساعات الليل. رياح نشطة مثيرة للأتربة في المناطق الشرقية، في رويشد 41 إلى 21 درجة ليلا، في الصفاوي من 38 إلى 22، وأخيرا في الأزرق من 37 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.